30 ألف لايك إذا بدكن إياني انتقم وأعمل مقلب بخيي وبجوزي كمان. وليكن شو خليتهم يعملوا ليكن. أمشي خلص. اوكي جايز، بعرف انه مش جاهزه للتصوير وما بدك اياه تصور وفي كتاب على الغسيل، بس صراحه اجى البوست وجايب لك هديه. يعني طيب شوف شو هي هديه. بدي اعمل ريكورد ولا مش مسخره؟ عم تسال علي؟ لا 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 انا بعرف. تعال شوف يا ماما بابا جاب لك. عملت لك ابجريد لشيء. عن جد؟ ايه. شو هي الهديه؟ بدي اعرف. ان شاء الله تكون هيدا مش شيء ثاني. لحظه 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 شو هيدا؟ هلأ بلا ما تنتوشي بالطيارة. You have a nice relaxing journey. Thank you حياتي والله I appreciate it. Thank you. Anyway guys see you in a bit. صح جبت لها هدية بس اليوم في مقلب بغير شكل وطلال هون وراي حيساعدنا بس بعد ما بيعرف. ليك ليك عم تشرح لما خليني سكر الباب لأخبركم شو هنعمل فيها اليوم. في أكيد من هيك ليك مش عم تعمل معي شيء. اوكي جايز سحر اليوم سوري سحر اليوم مفكر انه رايحين نعمل انه تجهيزات وبي سي ارات وكيف بدنا نجهز للسفر ونعمل كونتينيويشن، بس لا انا اتفقت انا وخيي بدنا نعمل مقلب غير شكل انه حنلغي السفر وكل واحد بده يرجع لبلده، انه انا ضل هون ببريطانيا وهو بده يرجع للبرازيل. هلا شوي وبحكي لكم شو حنعمل. نا شو هي ها؟ قولي هاي تعمل مقلب بماما اليوم؟ اوكي جايز انا اليوم بدي فسد على مرتي، بعدني جايب لها هديه وعملت اكثر اكله ما بحب لا ريحتها ولا طعمتها ولا شيء، مش حرام عليك؟ والله العظيم انه انا صار لي سنتين حارمي حالي هيدي الاكله، بتعرفوا ليش؟ عشان يحيى ما بحبها، اجى خيي هو الوحيد بما انه ضيف عنا، احكوا انتوا ضميري اياه. اجى ضيف وبحبها لهالاكله وباكلها انا وياه صراحه. على فكره نزلت لهم الوصفه على سناب شات. حياتي عم بمزح هيك لا كرمالك. الله هاكل بس شوي اعمل شوي سمك لك. ما حضرت لك اياها. انا عارف عارف انه ما شو سحوره جاهزه للبي سي ار؟ انا منخاري قد ما عملت بي سي ار هالسنه منخاري رح ينفخت او رح يكبر، فيا جماعه اذا كبر حتصير مثلي حتصير مثلي قد ما نقت سمك سوري. ارجع بوست من ورا السمك لحتى يقع وجهك. جاهزة للبي سي ار جاهزة. جايز قبل ما نبلش بهالمقلب وشرح لكم شو هو بدي اسألكم سؤال، شو قصة نكت البايخة اللي عم واو وكي وما بعرف شو؟ معقولة في شي غلط فيه؟ ميمي عم بتجهزي الشنط؟ طلع اليوم بدنا نعمل مقلب بسحر اوكي؟ يلا حنتخانق انا وياك وحنقول بدنا نلغي السفر عشان استعملت الريحة لإلي اوكي؟ اجيب لك شيء قبل ما قلت لك بدك شو قلت؟ بدك تحكي كمان؟ بدك تتخانق بدنا نعمل مقلب بماما؟ انا حخليها تخلص الاكل عشان تطلع طيبة وبعدين نتفق بعد الخنق بعد الخنق احسن من سنبت انا. يلا بشوفكم بعد شوي. جماعة هيدي الأكلة يلي جوزي مستحيل إنه يذوقها، بس هلا كرمالي لأنه كثير بحبني رح ياكل. لا طيبة. طيبة. مش طيبة يحيى. بجنن. حبيتها؟ لقمة تانية؟ نو ثانك يو. وحدة تانية؟ نو. شو ماما؟ صبريني أنت طالعة لأمك. ماما. إيه إيه يلا ذوقي ماما. هات نشوف إذا ميمي رح تحبها. هي أكلة الماما يلي بابا ما بحبها. مش طيبة؟ طيبة؟ سخنة؟ لا منا سخنة. حبيتها؟ اي ثينك سو. شو جاهزين للبي سي ارات اليوم؟ جاهز طلال؟ مش جاهز. والله انا منخاري انا كمان. كوينة يلا عم بلش مقلب بعد شوي. جاهز طلال؟ جاهز وتحت الطلب. يا زلمة كم مرة بدي اقول لك ما تستعمل الريحة؟ اف 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 على قد بدها. مك جبته غالي ومن امي هيدا هدية يا زلمة. كلها نقطة اللي حطيتها لشوي. لا يا زلمة طاسس ريحتها كله طالع يا زلمة. زد اي مليون مرة لك هيك ما يستعمل الريحة لإله وبيستعمل الريحة. عملتين انت هيك؟ هيدا الشانيل بلو. كلها نقطة. يا خيي نقطة. استعمل طاسة استعمل شو مخيل تعال تعال شو مخيل هذا
تعال شوفوا شموا لخيك حط لي كل الشنال بلو يا زلمه. هلا بجيب لك وحده بداله. شو بدك يعني؟ شو بدك تحزر؟ هي اذا من هلا بلشنا هيك ما نعيش مع بعض تركيا. شو بدك تعيش؟ كلك هون. انا بجيب لك انا ليه هالمشاكل؟ عيب؟ لا وكلها وين عيبه؟ شو طالع ريحتك يا زلمه على الشارع؟ ما في ريحه. بلا شام انت ما في بس انا ساعه من هاي ورا هذا شو اسمه؟ هلا عشان هيك عم تعمل مشاكل انت و... ايه صح هلا عم تجيب بدالة. لا يا زلمه لا ما تنسي ولا بشيء. هو موقف هو موقف يا صح. شو موقف ضيف؟ لا طلال والله العظيم بزعل. ما انا عاش بدي انا 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 شو بدك تفن؟ خليه يروح. شو يروح؟ خليه يروح. ضيف عندك ايه عادي. شو يلا يلا فن عندي. لحظه عم تختار خيك علي. لحظه يا طلال اسمع شوي. خلاص اسمع شوي. ما بدي خلاص يا ابني على الوالي والله العظيم يحلو. وعادي شو فيها؟ ضيف عنا؟ تعال احكي معه عادي. بديش احكي معه، استعمل لي ريحتي كلها. ريحتك انا بدي لك غيرها. بديش غيرها، بدي هيدي، هيدي من امي. لا ما في عيب. ضيف عنا؟ لا شو ما في شيء. انا بتشيء ميمي وبطلع اعتذر منك. لا بدي انا امك عم مش لا عم تختار ولا شيء. انا اذا امك عنا بالبيت بحطها بعيوني. هيدا ضيف؟ لا لا, لا 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 انا ما بقدر حدا يسمع اني انت ريحتي. والله العظيم يحيى مش بسمحتك. حرام عيب والله عيب. اطلع كرمالك. خلص انا ما عادش بدي اروح على تركيا. عمرها ما تروح على تركيا. تعال قلنا عمرها ما تكون روحه على تركيا. بس هيك بدك تعمل؟ لا عيب ليك. حرام مين عم بتفيق؟ قوم يحيى يحيى. خلص شهر شهر معشفيه. شو شهر معشفيه؟ عم تحكي جد انت؟ ايه عم بحكي جد. طلال حبيبي هلا انا بس دقيقه وبعد بعده فوق. انا صلي على النبي. صلي على النبي. بدنا مصاري. صلي على النبي. شو 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 عنا ايه ضيف؟ عيب. شو يعني؟ ما بدنا نروح على تركيا. وما نروح على تركيا بس هيك بيتعامل خيي بالبيت؟ لا لا يا سحر والله ما توقعتها منك. والله عيب عليك يا عيب. والله عيب عليك. ما ولا توقعت منك هيك. بس انت شاطره تعملي مقلب فينا. معقوله على قديمة ريحه اعمل هيك؟ قوي ولا لا يا طلال؟ كيف كان التمثيل؟ تخيل على قديمة ريحه. بقى بدك تعبيني اكرا سوب. انا يلي بني رح اعتك فانت ويي. انا عن جد لا 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 عن جد عن جد عن جد. تعال شوي قبل ما تفتح مطبخك. نعم ما تقلك. اوكي في نقلك شهر. لا ما تقلك. لا لا اسمع هون خليها هون بنصلى نحن شباب بعض. بتحلو عزوبيتك. عم يفق عنك. والله ما هين علي. مش قصدي بقول لي انت بتفضلي مين خيي ولا ضيف عنا. بتعرف شو بنعمل هلا؟ انا برايي ناخذها باولينج ونعشيها عشان اذا هيك مش حناكل ولا شيء لنروح على تركيا. ما عادش تطبخ سحورة. لا لا شو شلون نعمل معك مفاجاه هلا مفاجاه. سحر اوكي ليك سمعتك شو عم تقول. سمعت كنت نايفة شو عم تقول. بدك ياني قردة روح نظف المطبخ. يلا عالسلام. يلا قوم بلش. هيدا مش زل بس هيدا الواقع. بكنت عم وقعت بلي انا اسمي حياتي. ايوه بس بكيتك. بكيتي والله بكيني. بس معناتها ما عادش في بولينج. مش ضروري اعمل عشيك. لا كمان في بولينج. اه والله انا دموعي غاليين يا واي اسامي. صار لي من الصبح عم بعمل له اكثر اكله ما بحبها. اخر شيء عمل فيه مقلب. اخر شيء عمل شو؟ انا اليوم من بعد ما نزل من البولينج انا ما بقى بدي اعمل فكره النكت. انا اليوم ما بدي اعمل فكره. لا انا بدي اعمل فكره النكت. انا ما راح اعمل فكره. هعمله لحالي وحضحك على كل نكته. اوكي منشوف. طلال بدهم تنشيف لصحون. جبتونا ضيف معكم سميتونا. شفت يا زلمة على ساعة بتقول ضيف ضيف. والله احلى ضيف طلع عم يعمل مقلب فيي هو وجوزي. ليكوا يا جماعة خيي وجوزي مقلبونا. ليكوا جايبيني لهون. قال جايبيني لهون. قال ايه ليك مين يا بس مبسوطة؟ ها؟ مين؟ هيدي اللعبة؟
هاي قمة النحل، هاي ما حدا بيربح فيها. ولا يا جماعة أنا موافقة كل يوم يعملوا مقلب بس المهم يظهروا لي، صح ولا لا؟ لا يا جماعة لحظة ليكم لا ما شاء الله ولا طاقه اصبعي مفتوش بعد وحده برافو لك هيدي كرمال الواي اسمع هلا بتطلع يلا باي ضوحس خليني ركز يا بيبي يلا هيك كرمالك لا ايدك ايدك لا ايدك يلا دو ات بوش بوش جيت والله ميريا مشكه والله يا جماعه يلا 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 يا علي لا مين هذه تعال نفتحها أنا وياك تعال نفتحلك إياها واو واو هيدا دوغ دوغ أوكي صح حرمة أنه ما بدك تقلن عن جيم التاني اللي خسرت فيها ما بيأثر أنا ربحتك بس ما في جيم تاني لا قلنا جيم تاني وأخذ إيدي شوي جينا هلا على الكي إف سي شو ميمي؟ شو عم تاكلي أنت؟ جيجي؟ شو عم تاكلي؟ ميمي شو اسمها هيدي؟ شو اسمها؟ بتاتا بتاتا برافو مين هيدا؟ بيبي بيبي شارك؟ عم تحضر بيبي شارك مين؟ بيبي شارك؟ واو هيدا مين هيدا اللي اجا؟ ماما ماما ولا بابا؟ هيدا حلوان الربح ما عادش اعمل مقلب والله ما عادش اعمل مقلب ماشي كل مقلب انا بدي اكله بدكم تعزموني على محل دهرة واكل كمان يلا جايز قد ما بتحضر كرتون شو بحط لي هيدي بيبي شو هيدي ماما شو اسمها هيدي هيدي شو اسمها بابيتا ايس كريم شو هي هيدي بيبي بدك بيبي شارك بنحب بيبي شارك بس شو اسمها هيدي ايس كريم ايس كريم اوكي جايز سحر ما بدها تعمل فكره النكت فاليوم انا حاعملها لحالي وحاخشى من الضحك يلا فرجيني كيف النكته الاولى بس قبل ما نبلش يحيى العرب اللي له تعتير اوكي يعني ما صراحه فاذا بطقت شوي بالقراءه من ورا انا حاعمل له اختبار هلا اوكي مره وحده حبت تشطف بس تشطف ما حبها عن جد مهضومة هالنكتة كتير شفت قدام مهم فكرة النكت كفي اوكي النكتة الثانية رجل بيسأل زوجته كم عدد أسنان الحمار يا مرة قالت له قوم عدهم في المراية يا لطيفة لا شو خاصة أنا فيها؟ لا ما خاصك كفي لا ما خاصك وهي المرأة هي متزوجة شو خاصة أنا بقيت شيء مرة واحد ثالث نكتة مرة واحدة راحت على السوبر ماركت سوبر ماركت نو بس في باع بر اوكي سوبر ماركت قالت له لصاحب السوبر ماركت عندك بوزة على كوسة قال لا رجعت تاني يوم سألته نفس السؤال كمان قال لي لا ورجعت ثالث يوم كمان سألته نفس السؤال والجواب كان لا بس راحت البنت
فكر صاخ بسوبر ماركت. شو؟ شو هي؟ بس راحت البنت صاحب السوبر ماركت صار يفكر. في خا، هي حاطة خا، هي بغلط. اوكي، حق عليك. اوكي، البنت فكر صاحب السوبر ماركت وقال خلاص لازم اعمل بوزة على كوسة. الله. اجت المرة الرابعة يوم قالت له عندك بوزة على كوسة؟ قال لا. ايه، قام قالت له تفع عليك، حدا بياكل بوزة على كوسة؟ غارت ميمي عن جد، نكت اليوم غير شكل يا عبر. ليكو 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 ميمي ليكو. بتحضر فوتبول؟ ما فينا نفرجي. ليكو هالوجه تقبر قلبي. anyway guys، وصلنا لاخر الفيديو. مرتي ما بدها تكون معي اليوم عشان عملت مقلب غير شكل فيها. لا بس وصراحة عن جد انا العربي اللي لها كثير متحسن من ورا الواي اس فاميلي. عم بقرا كومنتاتكم. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. انا بوعدكم نكتكم عن جد بضحكوا. ايه كثير، خاصة هذيك المرة. فهلا كلكم يا جماعة، كلكم اهم شيء الكوسة، كلكم يا جماعة بالتعليقات اكتبوا كثير 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 نكت بتضحك كرمال يحيى. انا رح ارجع لفكرة النكت المرة الجاي. خلاص اكيد. شكرا لاول خمس اشخاص. لحظة خليني يا يسي. وكمان بدي اتشكر الخمس اشخاص اللي دايما عم بفوتوا اول الفيديو هيك، تعملوا كومنت وبتحطوا اسمكم ومن اي بلد عم تحضرونا، وبتعملوا شير لكل رفقاتكم. شكرا كثير لحبكم ودعمكم. ان شاء الله الفيديو الجاي حنكون عم نسافر. وباي ذا واي جايز، في مفاجاه كثير حلوه حارجع لك اياها لصح. يا الله ما حيحيى، بس مش مقلب، وخططنا انا وخيلنا نعملها كثير حلو. انسوا عن جد. لا والله 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 يا صحار. إيه؟ ما بكون اسمي يحيى اذا ما حتبكي من الفرح. هل قد واثق بحالك؟ ابكي من الفرح. anyway guys، وصلنا لاخر الفيديو. اذا اول مره بتفوت على القناه اشتركوا بالقناه، تكونوا من عائله الواي اس فاميلي. جايز انا بعتذر منكم على شكلي، بس لانه انا كمان بعتذر منكم على شكلها. تبقوا كثير على حالكم. ما تنسوا 30,000 لايك كرمال بدنا ننتقم من يحيى ومن خيي. باي احلى عائله. خلي ميمي تقول باي. بكثير باي. نحن دائما بننهي الفيديو يا جماعه ميريا عم تاكل فويكي، بس والله مسابه انه ميريا كثير بتحب. هلا هيدا وقتها. يلا ميمي قولي باي باي. يلا سكري 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 بأصبع مقلب كله بأصبع. يلا سكري بابا سكري. أقوم يلا قولي باي. ميمي شو بديك؟ باي.